صباح الخير الزول في الهواء، ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة اخياتي، ان شاء الله تكونوا بيان، ان شاء الله تكونوا ملاح. بدأوا صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم اخياتي حابة ندير معاكم حاجة خفيفة برك، هذا ما كان دونك عندي هدايا، كيفاش يقولوا له افواز، حنا نقولوا افواز مي اون عرب جو سي با كومون يسابيل، كوني نقرا سفواز. انا اليوم واش حنديرو، انا نقطعو قطع صغار كاع عيتيك كاع عيتيك، وانا حنقلي هنا بشويه زيت بلديه. فوالا راني درت هنا الزيت، حنقليه نحمرو هذا ما كان بغيتو هكاك. وانا هذا درك واش ندير، عندي هذا طوماطيش نديرها طيب هنايا يكون خاوتي، نديرها طيب نشعل ماشي طيب، نخليها حتى وين تتقشر خاوتي، حتى وين تروح تتقشر باش نقطعها. عندي هنايا لوبيمو، عندي هنايا فلفل، على بالكم ما نخليش كوفتي يخسر باسكو عندي 5 ايام ريجيم بيان سور توجور لو بروميي نبدا ريجيم لو بروميي لو 6 ندخل للسبيطار. حنغطيها هكايا برك داكو خاوتي، وحنديرو انا شعلت الفوق حنديرو يطيب. فوالا نديرو يطيب وانا حنشرب قهوه، انا درت قهوه مع شويه الخبز وشويه الزبده برك داكو خاوتي. هذا يوم بعد نقطعو دي ترونش لكل خوتي، ومن بعد نرجع لكم ان شاء الله. الطوماطيش تاعي هايك، حبيت ندير حاجه خفيفه، بتات ندير شويه فيرميسال، فيرميسال غير في الماء هكا ناكلها. هذا ما كان حاجه لي يجي برك، ولا ندير لا سلطه داكور خوتي. نخليكم بسلامه ومن بعد نرجع لكم. وصورها عندي بروبليم تاع بورطابل يا خوتي، مازال ما ديتوش يخدمو، يقعدو بعد المرايا تاعو طيح فهمتوني، وانا نخاف نمسي روح الفيديو، لازم نشوف كيفاش نديرلو. هنا خوتي واش درت، فوالا هنا درت الزيت وهنا قطعتو، فوالا غنخلي نديرو يطيب. فوالا فوالا كيفاش درتو، ونغطيه يطيب غير بالعقل. من بعد ندير له شويه ملح، وهنا حبوباتي ندير فيرميسال، هذه بقات لي شويه، بقات لي شويه هذه وحنديرها. هانتو خاوتي نديرها هنا يطيب، دونك الماء هاو سخون. هذا ما ندير باسكو دو ما رانيش هنا ياكل خاوتي. انا كي نديرها طيب خاوتي نديرها نص حبه جنبو هكا، نديرها نص حبه جنبو فوالا بنه برك، ندير البنه فوالا حبوباتي، ونديرها شويه هكايا برك سي بون. نقول خوتي ما عنديش الفلفل الاخر اسمه الاسود، ما عنديش الفلفل، ندير هذايا الملح ما يطيبش مسوش داكوغ، وهذه نطيبها هكايا داكوغ خوتي. نطيبها هكايا، وطوماطيش تاني هاديك، نطيب الفلفل يكون خاوتي،
الكرش هنا، الطوماطيش تاعي يطيب هنا، والفلفل تاعي راه في الكوشة، والاخر هذا راه يطيب هنا. وخاصتي وهذه ما كانش بزاف، غير شويه خاوتي داكو. ماشي بزاف، غير شويه برك، كاين الفلفل وكاين، نديرها غير هكايا هلا. طيب ما تطولش، ناكلها غير هكايا مع حبيبات فلفل ومع العطر هذاك افوال.